أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: فالمراد بقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ الله جل وعلا يرى رسوله صلى الله عليه وسلم حين يقوم من النوم للصلاة الليل ويتقلب مع القائمين في صلاة الليل، يراه سبحانه وتعالى. فهذا من باب التشجيع للرسول صلى الله عليه وسلم والتسلية له عن أذى المشركين. توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. لا تهتم بهؤلاء لأن الله يراك سبحانه وتعالى ويحفظك. نعم.